هل يجوز لبس الثياب الأسود للرجال؟ إذا كنت تلبس لباسا مثل لباس القسيس الذي اختص به القسيس ستكون حينئذ متشبه بالكفار، تشبه بالكفار. لكن أحيانا كل لبس الأسود ليس كلبس القسيس، يعني يكون أسود صحيح لكن الذي يراك لا يقول إنك قسيس. ما أدري من أين أتى القساوسة بلبس الأسود، هل هم حزينون كما يقولون على فقدان مصر؟ خارج القنيسة هم في دول أوروبا أيضا يلبسون أسود، يعني قساوسة مصر فقط الذين يلبسون أسود، حزنا على ماذا؟ الله أعلم، حزينون على ماذا؟ نهيب بقساوسة مصر أن يسلموا، نهيب بهم ونذكرهم بالله أن يسلموا، ولا يبقى أحد على ما هو عليه. فإن الذي يقول عيسى هو الله أو ابن الله وأن الله ثالث الثلاثة يخلد في جهنم والعياذ بالله.